اعاده الهيكله المفروض شاهد يا مدام سعيد. وي هو من الاول قلنا انه شهر المدرسه لكنه اصبح سنه المدرسه يعني الحمله متواصله دخلت فيها عده اطراف الى جانب وزارة التربية، الأولياء، رجال الأعمال، المنظمات، الجمعيات. هناك عدة مدارس تم ترميمها، تم إعادة صيانتها، فما عديد التوسيعات، فما أسوار تبنيت، يعني مشينا شوط كبير في شهر المدرسة اللي هو مازال متواصل لحد الآن. هذا فيما يخص أي تفضل مدام سعيدة. أي تفضل. هذا فيما يخص شهر المدرسة اللي تحول إلى سنة المدرسة، ماذا على الحملة الوطنية المدرسة تستعيد أبنائها؟ شنو هي الحملة هذه يا أستاذة سعيدة؟ الحملة الوطنية المدرسة تستعيد أبنائها هي حملة انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر 2015، والهدف منها هي تندرج ضمن السياق العام لتطوير أداء المنظومة التربوية، في إطار إصلاح المنظومة التربوية، وترمي إلى تكريس مبدأ الإنصاف وضمان حق التمدرس للجميع. كل من له الحق في التمدرس لابد أن يبقى على مقاعد الدراسة، خاصة من هم في سن لم تتجاوز 16 سنة. شو معناها؟ معناها هذه للتصدي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. نعم، ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. الحملة بدأت عندها مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستقصاء والحصر والتحديد، يعني ليتود ليتا دي ليو، وحصرنا قائمات التلامذة اللي منقطعين في المدرسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي خاصة الفئة المنقطعة، خاصة تبدأ في نهاية المرحلة الابتدائية وفي الإعدادية، يعني مك السيزيام للنوفي، أقل من 16 سنة. هذيك المرحلة الكبيرة اللي تشهد فيها المدرسة انقطاعات، وهذا بالتنسيق مع المصالح الجهوية، بقية الوزارات، المرأة، الطفولة، الأسرة، الشؤون الاجتماعية، مع الداخلية. كانت عنا اجتماعات مع السيد الوالي، مع السيد المعتمدين، يعني الناس الكل تجندنا لضبط القائمات الاسميه للتلاميذ اللي هما انقطعوا عن الدراسه، اما انقطعوا او لم يلتحقوا بمقعد الدراسه في سبتمبر هذا. اي معناها ما التحقوش تماما، فما تلاميذ اللي وصلوا لتسع سنين ولم يسجلوا. اي ما سجلوش. اي موجود هذوكم لم يلتحقوا بمقاعد الدراسه بتاتا، وفما اللي ينقطعوا والانقطاع يطول، انقطاعهم يطول مده، وفما اللي ينقطعوا نهائيا. اذا فما فئات. بحثتوا في الاسباب استاذه سعيده؟ والله الاسباب هي عديده. اهم الاسباب هي بعد المسافة الفاصلة بين المدرسة وبين المسكن. فما أسباب مادية، البو ما ينجمش يدرس أولاده، ما ينجمش. خاصة السببين هذم اللي طاغين، فما أسباب اجتماعية، حالات اجتماعية، فما أسباب نفسية، فما برشا تلامذة خاصة تو وقت الثورة عندنا برشا معناها مظاهر اضطرابات نفسية لدى التلاميذ. إذا هذه من غير دراسات علمية، مازلنا ما عندناش دراسات علمية بالضبط دقيقة، لكن هذه الأسباب أهم الأسباب. احنا المرحلة الأولى قلنا حددنا القائمة وبداوا التلامذة يلتحقوا بمقاعد الدراسة. نجم نعطيك بدات ديجا معناتها مع تحديد القائمات. اي احنا عندنا بدينا من قبل الحملة، رجعنا نتذكر 65 تلميذ قبل ما تبدا الحملة، رجعنا 65 تلميذ هما المنقطعين الكل بين ابتدائي وثانوي واعدادي. 2356 تلميذ، 2356 تلميذ منقطعين في المراحل الكل. عدد الذين تم إسعافهم لحد الآن 506. معناها رجعناهم المقاعد الدراسة. الحاجة اللي تفرح هو أنه
ما عادش يستناو ان احنا نتصلوا بالولي ولا المعتمد ولا العمد ولا الشؤون الاجتماعيه، بل فما هناك اولياء اللي هما قاعدين تو يبعثوا في المراسلات ويتصلوا ويقولوا ولدي نحبوا يرجع لقاعده الدراسه. وكيف تبدا الحاجه تلقائيه، الرغبه تلقائيه، تكون معناها حظوظ النجاح اوفر اوفر. اذا هذه المرحله الاولى ايمان. المرحله الثانيه فما التدخل واعاده الادماج بعد ما احنا حددنا القائمات باش ندخلوا باش نعاودوا ندمجوهم. الشعار نتاعنا ما عندنا تدخل، كل حسب اختصاصه. اش معناه؟ معناها نذهب للطفل المنقطع، نتصل بعائلته ووليه، نتعرف على ظروفه لنبحث عن سبب الانقطاع، وهذا احنا تو في المرحله هذه. معناها التشخيص باش يصير كابخكا لو كابخكا بار ليست نوميناتيف، قائمات اسميه، وهذا المرشدات الاجتماعيه معانا. مش سهل العمل هذا، مش سهل، يعني مش تدور على 2356 طفل تحاول تحكي مع العائله نتاعهم وتحاول تتقصى كل طفل والسبب المختلف. دونك مجهود كبير. جوستومون يرجع المقاعد الدراسه، نوفروا له مستلزمات العوده المدرسيه، نوفروا له ظروف العوده، ويلزمنا نوفروا له البقاء، ظروف البقاء، الابقاء عليه في المدرسه. معناها مش هاكا رجع اليوم يخرج جمعه ويعاود يخرج مره اخرى، يخرج غدوه. اذا يلزمنا نحتضنوه، نبقيو عليه في مقاعد الدراسه في الفضاء التربوي حتى لا يعيد التسرب والانقطاع. يعني دي حتى نفسيه هنا تقصد استاذه سيدي يمكن؟ هاو جاي المرحلة هذه اللي هي التعهد والعلاج وضمان البقاء. فاش يتمثل ضمان البقاء؟ فما وضعيات تتعلق بظروف مادية، الظروف المادية تتضافر الجهود باش نوفروا لهم، إذا كان مستلزمات دراسية، إذا كان ملابس، إذا كان أي حاجة. فما كما قلت لك عدة مندوبيات جهوية المتدخلة والسلطة وزارة التربية والكل، احنا نوفروا ما يتطلبه معناها الذهاب للمدرسة. اذا كان دعم، اذا كان حالات اجتماعية نفسية، عندنا المختصين في النفسانيين وعندنا المختصين الاجتماعيين، هذوما قاعدين تو على قدم وساق احنا في الإحاطة. انا عندي المختصة النفسية في المندوبية الجهوية اللي يوميا تتنقل لثلاثة واربعة مؤسسات لمعاينة حالات تلاميذ عندهم سواء اضطرابات تعلم او مشاكل اجتماعيه، معناها فما حتى حالات نتاع انتحاريه، فهمت، وتقديم على الانتحار. اي 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 اي. دونك قاعدين نتكفلوا بهم. اذا كان وضع صحي يولي الطبيب المدرسي واداره الصحه هي اللي تتولى الطب المدرسي. اذا تعهد تربوي وبيداغوجي هذا عاد نتاعنا وفيدينا بالنسبه لهذه الصعوبات والاضطرابات التعلم وحتى للموهوبين. اذا هذا الكل تكون فما دروس دعم، تتبع ومرافقه بيداغوجيه، حصص في العلاج، تشخيص والعلاج، هذا الكل يقوم به بالطبيعه الاخصائيين التربويين والبيداغوجيين. والسويفي، عمليه المتابعه منك انت كمندوب جهوي للتربيه، كيفاش تنجم تقوم بها وكيفاش تتنسق ربما بين كل الاطراف المداخله، بين طبيب نفساني، بين مساعدات ماديه، بين مساعدات اجتماعيه، السونتراليزاسيون معناها نتاع المعلومه كيفاش؟ احنا قلنا اللي ماناش احنا وحدنا الطرف الوحيد اللي قاعد يقوم بالحمله هذه. عندنا منظورين اولا في كل المعتمديات، عندنا ممثلين عن مندوبية الجهوية اللي هما مديري المؤسسات التربويه، واللي هما بالتنسيق مع الساده المعتمدين والمنظمات والجمعيات، يعني هذا الكل نخدموا بالتنسيق كل في مجاله باش ننجموا نتبعوا هالحالات هذه. اذا كانت دخلت للمدرسه الحاله كيف كيف احنا مسؤولين عليها اون بروميير ليو، لكن الاطراف الاخرى باش يقعدوا يتبعوا زاده. الشؤون الاجتماعيه تقعد تتبع، الصحه تتبع، دونك كل الاطراف المداخله. وقتاش بدا العمل الفعلي نتاع الحالات هذه ومتابعتهم استاذه سيد؟ معناها تقول انت في ديسمبر بدات الحمله هذه. احنا الحمله بدات في يول ديسمبر. نهار 19 ديسمبر عملنا الانطلاق الحمله الفعلي.
يوم 19، لكن قبل 19 ديسمبر سلسلة من الاجتماعات اللي تم عقدها على النطاق الجهوي، ما يعني بين بداية ديسمبر وحتى 19 ديسمبر، هذاك كل فترة تهيئة للانطلاق الفعلي للحملة اللي بدأ نهار 19 ديسمبر وانطلقت الحملة، وهي ما زالت الحملة متواصلة. احنا كما قلت لك وصلنا تويكا للمرحلة الثانية، تو باش نمروا لضمان البقاء. لأنه ضمان البقاء هذه باش تكون صعيبة شوية، لأنه تلميذ كيف يلتحق بالمؤسسة التربوية وهو عمره 9 سنين في سنة أولى، أولا مش يلقى نفسه مع مجموعة من التلاميذ دون سنه، دونه معناها في السن أولا، وأيضا معناه ما يكونش الاندماج نتاعه في القسم ساهل. دونك احنا تويكا باش نشوفوا الطريقه التي يمكن ان ندمج فيها التلميذ في الوسط المدرسي وفي القسم بالذات مع مجموعه من التلاميذ اللي ينجموا يكونوا اقل منه في العمر، فايتينه في المعرفه. اذا هذا الكل يتطلب جهود كبيره من ناحيتنا، مع الساده المديرين، مع الساده المربين، مع الساده المتفقدين، مع الساده المتفقدين ايضا، باش نلقاو طرق للتدخل و المرافقة. هذا كل بطبيعة في كل المعتمديات نتاع ولاية نابل، في كل معتمديات ولاية نابل. بالنسبة للتفاعل نتاع العائلات مهم جدا، معناها انه باش انه استاذ سيد يعاونكم في انكم تقدموا، معناها مهم، وانه الطفل كما يلقى الدعم من قبل الاطار الخارج على العائلة نتاعو، لكن ايضا اكيد وانكم قاعدين تحاولوا تقنعوا العائلات بانهم هما زاد عندهم دور باش انه ولدهم يرجع ويندمج، فما تنسيق بينكم بين عائلات، معناها يجيوك العائلات يسمعوك يحاولوا يسألوك كيفاش يعملوا في الدار باش يكملوا هالعملية هذية. العائلات الاتصال مباشر مع المندوبية نادرا إلا مع